اهلا بيكو طلبه اولى ثانوي ماث. احنا هنتكلم في الدرس ده عن ازاي نقدر ان احنا نتعرف على نوع الروتس بتاعه الكوادراتيك ايكويشن قبل ما نحلها. هنقدر ان احنا نعمل كده عن طريق ان احنا نحسب رقم، الرقم ده اسمه الديسكريمنت. طيب سؤال بسيط كده دلوقتي، لو انا اديتك كوادراتيك ايكويشن معينه وطلبت منك انك مجرد بس على الكوفيشنز بتاعت x و x squared وغيرها ان انت تحل الكوادراتيك ايكويشن دي وتجيب لي الروتس بتاعتها، هتعملها ازاي؟ مثلا a x squared plus bx plus c equals 0. فاحنا نقدر ان احنا نحسب x عن طريق ان هي بتساوي negative b positive or negative square root b squared minus 4ac over 2a. اوكي، هنا بقى السؤال بتاعنا، وياريت تعملوا بوز وتحاولوا تفكروا فيه قبل ما احنا نقدر نشوف ازاي نجاوبه فعلا. ايه نوع x؟ يعني هل x دي هل هي real؟ هل هم في اتنين؟ يعني هل انا عندي x1 و x2، ولا عندي روت واحد بس يعني عندي x1 فقط، ولا هي imaginary من غير ما احل واشوف بنفسي الاجابة هتبقى شكلها عامل ازاي. اوكي، اعملوا بوز ونكمل. طيب علشان نقدر نجاوب على السؤال اللي احنا سألناه، فاحنا لازم في الاول نرجع تاني الاكويشن بتاعتنا ax2 plus bx plus c equals 0. هنسمي الكوانتيتي اللي كانت تحت الروت هنا اللي هي دي، هنسمي الكوانتيتي دي سوري هنسمي الكوانتيتي دي الديسكريمينانت. يعني هنقول انه b squared minus 4ac هنسميها دلتا، وهنقول ان هي دي الديسكريمينانت بتاعنا. تمام، هنا بقى في الديسكريمينانت بتاعنا ده اللي هيحصل ان احنا لو لاحظنا في الكوادراتيك ايكويشن، لو الديسكريمينانت ده بتساوي 0 يبقى هل البلس والماينس دول بيفرقوا؟ الاجابه هي لا، لان انا هيبقى عندي نيجاتيف بي اوفر 2 اي، فساعتها هيبقى عندي روت واحد بس. طيب لو الديسكريمينانت ده اكبر من 0 فساعتها اللي جوه الروت ده هيبقى بوزيتيف، فبالتالي هيكون الرقم ده كله اللي هو بالروت هيكون ريال نمبر، فساعتها هيكون عندي اتنين different real roots. لو الرقم ده أصغر من 0 فأنا هيبقى عندي plus و minus negative number، فساعتها هيكون عندي اتنين imaginary numbers هنا، فبالتالي هتكون x دي رقمين complex. فممكن إن احنا يعني نشوف بنفسنا كده لو ادينا example بسيط، إنه لو أنا مثلا عندي x squared plus x plus 1، لو حسبت القيمة دي هتطلع ايه؟ هتطلع ان هي 1 squared ناقص 4 في 1 في 1 equal negative 3. فبالتالي هنا انا هيكون عندي x ليها negative 1 positive or negative square root of negative 3 اللي هو square root of 3 i على 2. فبالتالي انا بقى عندي 2 roots اللي هو مرة هاخد البوستيف ومرة هاخد النيجاتيف وهكذا. فعشان كده احنا ممكن ان احنا نسجل الـ types of discriminants بتاعتنا على اساس القيمة اللي احنا بنحسبها للـ discriminant اللي هي b squared minus 4ac. فنقدر نقول ان احنا عندنا ثلاث حالات، لو delta equal 0 فنقدر نقول ان احنا we have one root، والroot ده بيبقى repeated، بمعنى ان انا الـ equation بتاعتي بيبقى اصلها حاجة مثلا شبه كده x ناقص 2 squared، إن هو روت واحد بس أنا كررته مرتين، عملت perfect square بمعنى آخر. لو دلتا أكبر من 0 فإحنا عندنا 2 real roots، ولو دلتا أصغر من 0 فإحنا عندنا 2 imaginary roots. طيب عايزين نسأل سؤال هنا، هل ينفع إن إحنا يكون عندنا الروت مرة، يعني هل ينفع ان احنا يكون عندنا one real root و one imaginary root؟ الاجابة هي لا،
والسبب لده ان احنا ممكن نرجع للمعادله بتاعتنا x equal negative b positive or negative square root b squared minus 4ac over 2a. في المعادله دي انا هنا عندي انه b squared minus 4ac انه b squared minus 4ac هنا يا اما هي دايما هتكون بوزيتيف يا اما هتكون نيجاتيف، هي مش بتفرق معايا في اختيار يعني انا قصدي انه دايما بيجي لي pairs of roots، مره البير ده بيجي بوزيتيف او مره البير ده يعني جزء من البير ده بوزيتيف وجزء من البير ده نيجاتيف، فلو دي القيمه دي نيجاتيف هيجي لي دايما اتنين imaginary، لو القيمه دي بوزيتيف هيجي لي دايما واحد هيجي لي دايما اتنين ريال يعني، ولو القيمه دي زيرو هيجي لي واحد بس. في سبب تاني والسبب ده ممكن يكون enlightening أكتر، يعني إن أنا دايما لما بيبقى عندي imaginary roots فالimaginary roots دول بتعريف ال conjugate number، يعني إحنا بيبقى عندنا شكلهم بيبقى عامل زي كده x واحد بتساوي b على 2 plus square root of b squared minus 4ac دي 2a آسف على 2a، وبنفس الطريقة x 2 بتساوي b على 2 a ناقص square root of b squared minus 4ac على 2a، وده هو الجزء الإيماجينري، ده الجزء الريال، ده الجزء الإيماجينري، ده الجزء الريال. طيب سؤال هنا بقى بسيط، لو هما الاتنين بالطريقة دي فهما الاتنين من الفيديو اللي فات هما الاتنين conjugate، يعني x2 بتساوي x1 بار، فبما ان هما الاتنين conjugate يعني انا لو حولت البولينوميال بتاعي ده بدل ما هو يعني بدل ما انا عندي ان الشكل بتاع الايكويشن كده، انا طبعا اقدر اريبريزنت الايكويشن دي على اساس الروتس بتاعتها ان هي x ناقص x1 مضروبه في x ناقص x2، فانا عارف ان هي يعني x1 هي الكونجوجيت بتاع x2 فهي دي كده هي عباره عن x ناقص x1 مضروبه في x ناقص x1 بار او الكونجوجيت يعني، فاحنا يعني احنا كده وي استابليشت ان دايما الايماجينري نمبرز بيجوا في بيرز اوف كونجوجيتس، لو انا معايا واحد فالكونجوجيت بتاعه هو الروت بتاع دي، فعشان كده استحالة يجي منهم واحد بس، لأن في الحالة دي الواحد ده هيكون conjugate نفسه، ده ما بيحصلش إلا مع الرقم 0 اللي هو real number أو أي real number يعني. تمام؟ أوكي، هندخل بقى في example واحد إنه لو عندنا مثلا 3x squared زائد 2x minus 1 equal 0 وعايزين نعرف ايه التايب اوف روت بتاعتها، هنحسب القيمه اللي هي b squared minus 4ac اللي هي في الحاله دي هتبقى 2 squared minus 4 مضروبه في negative 1 في 3 equal 4 minus 4 plus 4 بقى مضروبه في 3 يعني 12 plus 4 اللي هي 60. فبما ان دي اكبر من 0 فاحنا كده عرفنا ان دي احنا هنا عندنا 2 real roots. طيب example تاني انه لو احنا عندنا x squared plus 3x plus 3 equal 0 وعايزين نعرف برضو type of root، هنقول ان delta equal 9 minus 4 1 في 3 اللي هي 9 minus 4 times 3 اللي هي 9 minus 12 اللي هي negative 3. بما ان دي اصغر من 0 فاحنا هنا عندنا 2 imaginary او complex roots. اخر example معانا هو انه لو احنا مثلا عندنا equation زي كده x squared plus x plus 2 equal 0 عايزين نعرف type of discriminant اللي هنا، فهيكون b squared minus 4 في 2 هيطلع او نخلي دي 2 فتبقى دي 2 squared minus 4 في 2 فتطلع 0، فدي كده هتكون احنا عرفنا انها perfect square وهيبقى عندي one root. طبعا نقدر نتأكد بقى من الموضوع ده بإن احنا نحسبهم فعلا، و these left as an exercise for you يعني.
في بقى سؤال اخراني بونص كويستشن كده، ويا ريت برضو عايز تكتبوا لي اجاباته في الكومنتس، انه احنا خدنا ان احنا ازاي نحل المعادله زي كده ax plus bx plus c equal 0، يعني خدنا ازاي نجيب الاكس هنا. طيب سؤال بقى تاني، لو احنا عندنا معادله زي كده x cubed plus bx squared plus cx plus d equal 0، هل هي ليها حل؟ انا عايزكم تفكروا فيها، وهي الفكره انه الحل معقد شويه، اسمه كاردانوس فورمولا. ف ممكن تشوفوه على النت وتشوفوا هو بيجي منين، يعني تشوفوا الطريقه اللي هم بيجيبوا بيها الحل ده وتكتبوها لي في الكومنتس. ده بونس كويستشن اوتسايد السكوب بتاع الدرس، لكن هو اتس فيري انترستينج، وبرضه يعني قريب شويه من الماتيريال ده. شكرا لكم.